ايه ده ايه ده ايه ده يا راجل تميم اذا كشر عن انيابه سيحتل مصر في نصف ساعة بحالها يا راجل ليه جاي على نفسه؟ طب خليها ساعة الا ربع زي الدليفري. ما ينفعش كده، كل واحد هيأجر ناصية ويبني عليها كشك هيفتكر نفسه دولة. ها؟ وقال ايه بيصدق نفسه؟ قطر دي مش دولة، قطر دي كشك سجاير، علبة السجاير أكبر منه هزلت.